السلام عليكم ورحمة الله. سيانو بلابو وحنو بهاني ديار نقطان. إن ديار نقطان معني إذا حوي إن ديبو فريستان. إن ديبو فريستان وحنو كتشي ذا كولم كولم دي محاضرة ذا ماها مركا قفلو بيستبعي كولم بينو قادن إن حيسبضن ودا شيكيسيا إنتا مثل قرنه صدح قضب انتانا بلابن ولي هذا الباس عنايا قضب ككوبات سعسعت كفرها بضن لي وينقر يبيني قضب كاوين سلقر نيسوما قضب كاللبات قصلك وينوف السحية قارب اسلا قصلك ويدين تيدي يا سوما لكن وصو غابينيسان marka qososhaan markiiba waa ka saareysan geerka qosolka waan ogaa caawin badan inay qosli doontaan taariikh badan baa ogaan doontaan qodobka saddexaad telefoonadu sidee u dhayihiin waxaan codsanayaa in la joojiyo la inaga xiro sababtoo ah kamarada ay noo duubaya قف والبناء وهلي دون هدي لهي هذا مقالة كوالة تله كعنت أتاجي سيد مقال كقدو بيسا وحي كقرين يساعد كعدم بيسا كاسنا وعد سيد صدحات صدحات عد سوى نسلا قرني مركب ما بلونا ولي تلفوننا دي قاربا شقين هي وان بلابا يا بارك الله فيكم بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وحين قال إن كل كد وان كل مذي هراء كل مذي هراء وحي هاي المحاضرين هذا الشيدين توسعة لكن برنامج كا هي مؤتمر كصدحات هرقي سكدة عيا وحجرب سعودي هولك لا أو كان كم هاي in madasha la kala duwo hadal jeedinta mararka qaar kood lagu bedelo kulankan furan ee fadhiga ah sidoo kale sidii maalintii hore aan tilmaamay dowrad baa magaalada ka socda culimadii martida ay noo ahayd timay ay jeedinayeen casharro toos ah oo masaajidada ka baxay arday ay ku xiran yihiin intaas oo dhan waa muutamarka hawlaha la socday sanadaha dambana idamka ilaahay inta ay saddex laabkeed oo ka sii xiisa badan ayaynu isugu iman doonaa insha Allahu ta'ala marka caawa kulanku waa kulan furan waxa hortiina fadhiya culimadii bulshada Soomaalida dal iyo dibad bay isaga yimi oo caawa lagala sheekaysan doono taariikh aad u facweyn oo ah تجربتي دعوة دنا يوسف مرن شيخ درير سقوا ونسو تاجنا هذا ليه بيدت بدن أركان هل كون سو مري شيخ المسو ها إن اللهم بينهم بدن أركان يوسف أري نويدين إياه هذا دي وسو مري هل كي هيد دكتور سعيد واد ريوتر هن تم حيت هايون باتكو براتي محاوجه الرئي إياه قار بدن أكله علماء قوانيد شريف دولي رك بدنا يقوه الرئيان مدشا حيسا هقارا وحاوي يليا ودحدا وفرديا وسوالا هقايبين ايا وهاوش اوضان اسكود بريد ايا علماء دا سوضان كي وقود ايرا دكتور علي صالح دكتوركو way nimba waxa la yiri wuxuu aad uga heli jiray wariyaha hebelow waa duubatay marka markaad ku tahay hebelow waa duubatay xoolan jiray cashadaadu caawo waa aniga diktoorki markaan idhi isaga ugu yar waxaan isla leeyahay fiisahaygii ugu yaraa noor uu diyaarsan yahay tajribadaasaynu geli doonaa waa ku raaxaysan doonaa waynu wada dhageysan doonaa idamka ilaahay waxaase aan ka horeysiinayaa
سدح دقيقه إريه كوبنا إيه قرآن كينو كفرينو وحانو يري دونا متكمي دادان يرد قرآن كآخر دا أرنتي مددير وحويان هوشا قرآن كي آخر انتي سكوتري شيخ عبد الرشيد نرنتي قرآن كدو الأخرية مرادو شيخ عبد الرشيد كدو الأخرية وسكرين كي شيخ وصومري معنه يدو حوية هوشي سوادان تهي سودو حرير محمد حرير آيات كقرآن كريم كابو ينوغو بلابي دونا آيات هو سودو هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا ادي ادبو ماسي هاي محمد حسن حرير ويلكا دا داير عدك معان رمضان تالكو تشيم مدينه شيغا يا
intii nicaadka ku raaxaysanayday si ay ugu tukataan masjidu shuhadaa buu tujiyaa maxamed yare masaajidka ka soo horjeeda adna aadan waa ragga runtii safarka loo soo gala si habeenada barakaysan qur-aankooda cudoon loo dhegaysto cid waliba iyo hawl kasta oo dhacaysa waxay leedahay mishiin qolyahana daawanaya iyo intiina halkan fadhiya waxaa laga yaabaa inaa arkaysaan uun afarta qof ee hadlaya laakiin hawl ka culus baa intii mu'tamarku socday ayaa runtii waxa weeye socotay barbilow ilaa bardhammaad mas-uuliyadda ugu culus waxa dhabarka u ritay oo hawsha badankeeda isku xidhayay sheekh xasan cabdisalaam isaga ayaan u yeedhaya inuu ereygiisayna yidhaahdo falyatafadal isheikhu mashkuura ma'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تشعلي أنت إن وقتي بدن كقاضو ولماذا قيمها بدن له لكن نوفر لذا هي الشيء أنا قاعد تشعلي استرون تين أن إري آرارا كيدا هذا هل كان أنت أين علمه ذن دودي نو بلابين سابتوا أنت بدن أنا قم جالد عند حشوجا markaas su'aal baan jecelay inaan ka jawaabo oo munaasabad inaan kaga jawaabo bulshaweynta reer geesi aad is weydiinayaan oo ah shirkani muxuu yahay culimadana maxay doonaysaa su'aashaasa runtii waxay noqotay su'aal aad igu soo noqnoqotay aniga lagana yaabo runtii inay cid kale oo badan oo halkan fadhida ama ka maqan oo culimada leh oo qeyrkood leh in aad loo weydiinayo waxaan jeclaystay su'aashaasi aad uga jawaabo madashana caawa inaan hordhaceeda qaato waxaan u sheegayaa ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan ummadda Hargeysa ku nool inta ka daawanaysa caalamka daafihiisa shirkan ujeeddada uu leeyahay keliya waxa weeye inuu iimaankeenna dardar geliyo tajdidul iimaan waana masale diiniya oo sharciya oo nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu inagu yidhi ina aliimaana la yakhluqu fii jawfi axadikum fas'alu llaha an yujadida إيمانكم في قلوبكم أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سادر تيت يقول كشتال قادر يا حديث كاسي أي صحابتي خاصة عبد الله بن رواحة أبو الدرداء يوم معاذ بن جبل با وحي هل هيس أولها هنشرين كلمة اللي لأذو هيا بنا نؤمن ساعة اجلس بنا نؤمن ساعة إن فريس ولا لو إيمان كين أنو تفتفنا waa hadiisku wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu duugoobo oo baaliyoobo sida maraduba ay hun u noqoto u duugowdo oo kale marka iimaanku u baahan in la dhilo oo la cusboonaysiiyo oo marka ilaahay la weydiisto iimaanka runtii waxyaabaha ugu weyn ee lagu dhilo ee lagu jafo waxa ka uga mowcidada iyo wax sheega iyo in la isbaraarujiyo taasina waxaa ahayd dhaqankii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo hadyigiisii saxaabaduna ay ka dhaxleen ee ay ka barteen sida uu tilmaamayo aharka kale ee laga wariyey cabdullah ibnu mascuud ee uu tilmaamayo in nin kamida dadkii taabiciinta ahaa ayaa waxa u yimid cabdullah ibnu mascuud markaasaa wuxuu ku yidhi aba cabdiraxmaan waxaanu jecelnahay xadiiskaaga iyo warkaaga ayaanu jecelnahay miyaad maalin kastana wacdidid markaasaa wuxuu yidhi maya waxaan diidayaa inaad iga daashaan oo aad iga caatistaan nebi maxamed ba sala allahu calayi wasalam kaana yatakhawaluna almawcida nebigu calayhi salaam waanada waa noo waqtiyeyn jiray si aanaan uga daalin waxay ka dhigan tahay markaa in waqti waqti xilli xilli sanad sanad bili tagta bili baxday inaanu kulanno culimmadu ay noo timaado ina baraarujiso ayna wacdido si iimaankeennu uu waxa weeyaan uu u diiro shirkani danta uu leeyahay waa taas ujeeddada uu leeyahay waa intaa ka badan ma laha ka hor ma laha ka hooseeya ma laha haddaynu odhan lahayn oo waatii culimmo horebay noo joogtay weliga mashakh dirweyn ida joogay ama waatii xaliidhoo sheegi jiray maxaa ka cusub miyaynuu baahan cidi waxay noo sheegtaa waxaan leeyahay inuu baahan nahay inaan u baahannahay waxaa ka markhaatiya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa u baahday in qur-aanka lagu dul akhriyo wuxuu yeedhay saxaabadii sacid ka mid ah oo xadiis saxiixa cabdullah ibnu mascuud buu yeedhay wuxuu yihi iqra calaya qur-aanka igu akhri
مركز صحابي يا وحوري أقرأ وعليك أنزل متيو قرآن كبادك كوكو سوى الدقيو أيان كوكو أخريا مركز صحابي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوري وحندوني أن أسمعه من غيري غير كينا كم غلابان وبهان هاي مركز وحكو أخري سورة النساء بلا ويدي إلا وكسوى قال قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة مركز النبي يقول أمسك أمسك توشي مركز أجي فإذا عيناه تدريفان نبي وابوي صلى الله عليه وسلم نبي محمد باكوخ الشوعي قرآن كيسة كسوة دقي مركي لقو أخري علمك استوى علم ذنو ليهين مركي علمك لأي نوتي ما أدو أي وحي نوشيك تو رنتي ينكوخ الشوعنو أي نوبانين وأنا سلا يا هاي قراءة دي إنه كده السنة ما خربت شيخ عبد الله شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرشيد يا قراءة دي مكانك يا لكن شو آخر يبا رنتي وران كود مودي مكسود دقيه أي رنتي كده جنيد هذه أي نوع عمل نقوله أما أنت عمل أنا بالمدى وحنا قبهناي دعاء نقبهناي إن ندعاء أنا ونقبهناي حتى إنك استوى إسبيريا دعاء علماء وبهيها وحصحة أوسكان حديث كتلمامية النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والله الله صحابة خاصة خطاب وهرنت ياها صحابي قال هذا حبك فضلك وليأتيكم وحكور عمر بن الخطاب والله هذا حكور يأتيكم من أمداد اليمن وهذه كيمن دونا عيدا وين كيمن هي يمن من لو يقان ويس ابن عامر من بلاد ثم من قرن قبيل كاسيا وكاسيا نين كاسوة الماما هالا وتلماما هالا وتلماما هالا عمر هداد كرتن إنك أستن الله الدم داف كوي ديو ففعل سمي بيج رواتك قاركود عام بيكرد يعني واحد هذا إنك أستن هداد كري كرتن الله الدين بريو سمي وحنو قد الله أن هاي وتابعي شككم مشرى إلى صحابه كفض لبدي هاي وأبا أمير المؤمنين عمر الخطاب أمير المؤمنين بوها هذا نوح الأمري إنه دعوة ديستو تابعي النبي أرق واسم عامر ليلا هذا علم ذي إنه دعوة قبها هاي رنتي وحنس لا يهي دعاء ذنوان مقبولة مارك يالا بعيد سنين طلابة ذن يسعود كينونا يدغن كين يشير كيننا وشي ديديسو انت هسكو كوبان تهي إني مان كينا أينو عسبوني سينو ودردر قرينو علمضو إني وعد ينسيان إني ندعيان وانا وحويان أرين دين تسامي كولة وستنت كيدي دي لكال هستا وحنكو سوى قبل قبيل يواسو كوبي أنصار تاد لدبعين وحلق الشيقو walla yaan saarta la runjiray rasuulka uu yiriisay walla dabcan wax laga sheego markaas aan nin waliba ka maagay oo ku dhici waayay nin la runjiray al-akhtar al-maliki aya qaatay markaas wuxuu dhahabat quraysh bil makarim wal ula wal lawm tahta amaa al-ansar baytkaas gabadheer buu baytkaas ka mid ahaa wuxuu sharafti quraysh ba qaadatay ansaarta umamadahoodana waxa ka hooseeyay buu yiri naxli ba ka hooseeyay مركز صار نعمان بن بشير بابو حوته معاوية أبي سفيان مركز أمير المؤمنين أنت اسكق على عبادي وحكوري يا أمير المؤمنين أترى فيها لوما نحل هالك ما تقاركتها مركز صفي بل أرى فيها كرما وخيرا وحن قارك يا أبو الشرف يا ماموس ولماذا إنه ما هجوبنا مدي هوستك ومستيتان وصل قيحان وبين محن بارسنا دعاء سيدان خير بسيدان بركة سيدان وحن وقنا هنا وحنا والله كوسين شرف يا ماموس يا كرامته هاي إلهي نوقع فعو إلهي سبحانه على خير كل هاي نسي دمجنا الله دافو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدي أبو مسيح هاي إنجنير شيخ حسن عبد السلام وحن فيلي سؤال أبدا وما المهن dadku social media ay ku wadaagayeen in intoodi badnayd ka jawaabay inta kalena waa laga jawaabaya qodobkaasna qodob dheh mid kamid odayaasha magaalada ayaa isagana 3 daqiiqo kooban siin doona ahmed shiil ayaa si wada jiray la soo dhaweyn doontaan soo dhawo haaji ahmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخوتي وأخواتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ أبتشوغنا تاريخ دايدو دمانا إلا ما ننتي عن شيخ أفتح آئي كسرائي وضماء رحمه الله شيخنا الجليل شيخ علي صوفي إثيوبيا يقبلابي إنتي دمبنا علماء نكتوك سياسي عن هذا ما أنت مركا وحن سوير تاغو ليسي شرفتاً أنو كم مهد علينيا ووالالك عبد القادر شيخ عبد القادر عبد الله آدم وإلهي خير بدن هسي مؤتمر كان نجحي رجل الشقي أو شق دعاء له إيه أنت كلو الشقي سبا أمان إيه أبال أنوغو هينو وأي دين تي نوريين وان كم مهد علينا يا إن لا يغو شرفو إن عن كلمتك إلهو علمة هرتو ده وغو هرين أنو دادكا أمحارد وقميسان شرطان حي قال كل شيء سيدا عندي شيخي شيخنا الجليل رحمه الله شيخ علي صوفي أي أنك نوب لابي أنك إسماعيل عمر قيل لما تحوينا جبوتي أفتحا أي كسرائي وحنو لها صدح دقيقة يشاننا يقوم في الله أولا مركان شيخ عبد القادر إي أمهدنا قونا قاني سميين وأنوغا هاي تقريبا صد صندود إنو نفتي سيمال كي سبق ليو عبد الرزاق عبد الله آدن وشيخ عبد الرزاق عبد الله آدن وتقريبا صد صندود عن قرانا يو وقتي سيمال كي سبق قلية كلمة الله هي العليا سيئ النقط فجزاه الله جزاء كل الجزاء إن يربع لقها لا صدع سوك للدين تأوجد داشا إلهي خير هاتسيو إثيوبيا هدان كإمادو إيضو قابا سنت كي كن سقال بقول إيا اللبي اللحدن كي أنا أرضيا بريقيقا شيخ علي صوفي مقتل داهر كيف شيوال يعني شنن اي كو اساسين جبهت دي حرين تا صومالي قلبين وستن صومالي ليبريشن فرونت طاقوت صومالي يميل والبوات شوغاي بساسين باحي لسلاسي ام حاردو شاكتي شيخ علي صوفي اي مقتل داهر لبدوا الله نحرسته ويصوب بحسدين هرقيت مادين جهاد كبلابين الشيخ ويسو سيفتي سي وطا وجهاد في سبيل الله له أبهي مقتل داهر أديركي عبد الله عيسى إلهي عوض نحرسته دولة دي أم إلى سلاسة أي عقبتي أبهينا إربط سوما لقد دلو عرصبو كواسين يقول للي خليف شيوال يا عبد الله عيسى نميل علم بق عين ليله سومالي دي نوحة تراه علم بقى علم بق عين عالم وايد دايوي ودبر زيد ليله عيال وحري إلهي نو كصوفر فري أدرك خليف شيوال حمر رقي بدقك وآسان كمدا انت هدان كسو قدبو شيخ علي صوفي تاريخ ديسو عدك الشيكين كتويرتهي تلك المركو يمي تهج وحل يلهو شيخي كوباد ابل ابي بوها الهي هك جزاي سيو ان انكيس ولال كي يغير شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي ووحي روعه وجنرال كي ايو ايغو درين اسغو انتو شيغين ان شيغي دونو وحو اها شيخي ازهر كمركو كسو نوقدي تهجد كبلابي في الصومال تاريخ دودا عدان كبحو شيخ عبد الرشيد شيخ ايجي هان نقضو ولالك ايجي يروي انيقا هو اوجي هاي رحمه الله شيخ ايجي شيخ علي صوفي قري جيسا انو محروم كمان هين حاسس كيسا وحو كورن شري انان كيجي ما هو ماندرين لكن هو يكمل
شيخ عبد الرشيد أدان أنت كجب حوت هجود كيس إلى هاي الدين توافقيه ولالكي إن ابتدي بو أرو حاس كيو كوبا دوني أنا أم حيسة ها إسقى إن ابتدي دوني أبين كي أدي شيخو علامو شيخ حسن الأورنجري محمد دونكير وشيخي الدين تي أوقاف تاها برقا أيوكا قورسة دي صومالي دوا تقانينو رير قرع رير قل سحبا اللي هي حقا بي بقول الله الفريستين مركزا اللي لا حقا نصول ليحو هادو حقا نصول ليحو أنا شيخ عبد الرشيد يو سيدقي عبد القادر حاج مسلا أيان لصعودة محيس كيسانا هاي وركو كوبان أنصوغ رمي أروسكي أروسكي ساس كوبادنا محيسكي سانها إلهي خير هسيو شيخ الشيوخ ولالك شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي وانكفانا شرف بيئيتاي مؤتمر كان إنو نجحو أو شيخ عبد القادر عبد الرزاق عبد الله آدن إيو رق اللصعودة إني أنسحيان رقي هلكن كالشقي وإن كان أديرك وهي شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون شيخ إن كان اسنا أديرك وهي شيخ عبد القادر عبد الله على عنبه وعيارته وقي قناها سيدك شيخ حسن عبد السلام أنا وإن كير سيدي قول المي شيخ سعيد محمد فارح تيرو أنا ذيرو هاي أيا لشقي إلى هاي قد قود خير هكسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان إسلاها مركو حاج الشيل ماشا كده قاقت هاي تلاتيس دو تراهدد شيخ ملحيس كيسي لكن waxa ka dambu ka waalo intii meesha fadhiday waxba isu wada noqdeen mid uu adeer u yahay iyo mid uu seedi u yahay laakiin waxaan is leeyahay Haaji Axmedow taariikhda nimba waxba ku xasuusan waxii soo noqotay ma filaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay ereygii ugu dambeeyay intaynaan barnaamijka bilaabin sideedaba waxa jira protokoll la maraa marka mala garaadkii maan arkayna caawa garaadka iyo salaadiinta iyo marka la salaamayo waa tadeel lagu salaamo umaamada marka maanta dhan waxaan raadinayaa generaalada marka loo yeeray protokolka la maro marka generaalkii ma rabaa inaan u yeero general Abdurrazzaq inkastoo uu halkaas aan kaga imey xidigihii oo dhan marka waxaan isleeyahay isaguna erigiisa ayuu ina oran doonaa soo dhawow Haaj Abdurrazzaq jeneraalka kadib toos waxaynu u geli doonaa marka barnaamijkii oo xilku aniga uga wareegi doonaa marka inta yar ee mikrofoonka si haye aan mas'uuliyadda hayaaban soo walwalayaa odayaasha soo dhow الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا ليال دقيقة ذا ليسي يوقابا مشاريع ذا أن وتيوف ربضا درقة الدبتشو قوه خطرة وحن سيقسو كوبا يا سد حديث سد حديث أو أنك جواب يو سد مشروع واوين حديث ككوان الحديث الذي روى إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أي الملك أين تريد أيها الزائر أين تريد؟ قال أخا لي في الله في هذه القرية. حديث كوار ديرا أفصوماليا كسو أرورينيا إمام مسلم وكتاب صحيحة وذكر نيسان أبي هريرة حكورنا يا حديث أبي هريرنا وغني عن التعريف وهو حنسوق ري قد يذو حديث لأخريايو هدان لأوران أبو هريرة وريي داقد لغا توري تري برك حديث كو حديث أبي هريرة هدي هرقيس قادنا يسويه هدي إسكد ديديس ما قادنا نامسه ما هذا الباك فران وحقاك وحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى نمبا وحو بوقضي ننكلو ولا الكيسة ومقالذو تشوغي موية مقالك لتشوغي ووصو صفري ووصو صعتمي ومحايا هايدا يسفر كوصو حلحرتي إنو ولا الكي هذا ولا الكي يو كليا ويهي نين كليا أي أصور دقاقي سيدو إلهي درتي وقصده إلهي سبحانه وتعالى نينكا آئركا أولالكي أصو صعوتي مينو إلهي درتي وبوغضو ملك بو دريقي ومريي أدقي مركي ونينكي زائركا نينكي صعوتي مي مركو يمي هلكو ملكو تشوغي ملكي با نينكي كويري حقي دونيسا نيوهو مسافر كاهي وحو يري وحان ربانين ولالكيا و إلهي درتي أنكو ولالوني إنان بوقضو ملقيبا وحو كيري ووح آنان انتا أهين ملي هدميا أبالو هريكو قلي مجرتا ما صدقابا ما سيدقابا ما شريقاقبا ما وحو يري وحانان أهين إلهي درتي وما صعدو ملقيبا مركا هدا يسعديي نمويا هايو وحو يري وحانا هاي ملك إلهي صادري أذيك الله يكا صادري وحانا كوشيغيا إلهي إنو كوشعلاضي سيدا ولالكا أذو سعطا أذو تعشا إنو إلهي كوشعلاضي هر جيسا إسكما آنان إيمان مركا هر جيسا يعرسو ماليات يمالو مسلم توقبا وردول كيغا وردول كيغا وردد كيغا أنا يقول حوغا سيف البود بانا هايو والله العظيم صعب كمجعلي مركا هداد إشرفيسان صعب كيغا دايا إلما أذي ريالو محايا يلي آيادو رالنا هذا رالنا إغنا هذا نين اسك سيف لبود هدان علده يدو شيخ مياه يقولنا عيسان هاي هاي شيخنا وان كلاه اللي شيخ عبد الرشيد وذات كي يرامركو قرآن كأخرية قرآن العظيم با صعب ير محايا هاي ذي وحايا هاي تألمينو تكبير الله أكبر مركا يقرر لها هذا انت هيرنا دي جنرال بانو هاي وحي قل لسو نقضي تمام محايا يلا من بركا لك سوء لي يعني قم سوء لين تمام ان هرجيسة وأمة ومجال مسلم ولا لذي شوقة رقية دمرة صغير يا كبير معلن يا شيخ معايا هيدا الشريف يو مؤذن انتم وأمة مسلمة بقول كيف بقول ومسلمين وي وأمة المساجد واتمرد وين لقى شيكين يا شيخ مصطفى ويري مساجد waxa looga dhisa Hargeysa xafadaha qaar kood ma jirto maxaa yeelay masajid baan galay oo aniga imaamka isugu nimi marka ummada aynkaasa oo Ilaahay sida u weynaysay in la soo booqda oo milyanka iyo dheeraad sida uu maxay ahayday Mustafa sheegay
maxaa lagu helayaa talow? Haddii hal nin lagu helay ilaah jacaylkiisa, hal nin oo keliya booqashadiisa haddii lagu helay ilaahay jacaylkiisa, milyan muslina oo muaddin iyo sheekh, macallin qur'aan iyo nin rukuucaya oo sujuudaya, nin soomaaniya, nin sadaqa la baxaya, nin masjid dhisaya iyo nin malcaamad garab taagan, nin ka soo booqdaa oo weliba u soo kaxeeya sheekh cabdirashiid, sheekh cali suufiye oo kale, waxa uu helayo ilaahay unbaa garanaya, waxa uu doonayana ilaahay unbaa garanaya. Tamaam, laba xadiis baan ku darayaa. Labada xadiis waa laba xadiisoon kal seexan waayey. Maxay kala yihiin? Wuxuu yidhi nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam, wadidtu, waa xadiis saxiixa, riwaayaadka qaarkiisa mutafaqun calayhi weeye, qaybna muslim baa noqonaya. Wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, wadidtu low an ra'aytu ikhwaanii. Qiila lahu yaa rasuul allah awalathnaa biikhwaanika. Alfaada xadiisku way badan tahay, qaar biikhwaanika ba'da ku gudbaya iyo qaar aanan ku gudbaynba way leeyihiin, laakiin riwaayaddaasaan isaga soo gaabsaday. Macnihiisu wuxuu yahay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam baa wuxuu tamaniyey oo jeclaaday oo maxay ahaydaye aad u doonay inuu walaaladii la kulmo. Wadidtu annii low ra'ayt low ra'aytu ikhwaanii, alla walaaladay haddaan arki lahaa. Hadda halkaa qodobkan u jeedo waa qodob daqiiq ah. Nebiga wuxuu maxay ahayday jeclaanayaa inuu walaaladii arko. Saxaabadii baa yaabay, Abuubakar iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo Cali iyo raggaa taqiineen, waxay yidhaahdeen awalasna alasnaa biikhwaanik, miyaanan walaalada ahayn? Waa dee waa Abuubakar iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo Cali. Wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, antum asxaabii, idinku saxaabadaydaa tihiin. Wa ikhwaanii alladiina lam ya'tuu min alladiina ya'tuuna min ba'dii. Wa fii riwaayatin, wa ikhwaanii qawmun aamanuu bii walam yarawnii. Walaal idinku saxaabadaydaa tihiin, walaaladayse waa duul dib ka imanaya oo aanan weli arag. Waa duul dib ka iman oo aanan weli arag. Waa Cali caashoo miiran, waa Soomaali iyo Sacuudiyaan iyo cid walba, waa reer Hargeysa iyo maxay reer Boosaaso iyo reer Baydhabo iyo reer Muqdisho iyo reer Kismaayo, Raas Caseer iyo Raas Kayambooni inta u dhexaysa, caalamul Islaam oo dhan, dadka degan, dadka masaajidda camiroo dhan. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam walaaladii weeye. Waxaan ka wadaa nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu jeclaystay inuu idinla kulmo, inuu idin arko, inuu isha idinka qaado. Saxaabadiina waa maseereen oo waxay yidhaahdeen, miyaanan annagu walaalada ahayn? Waxaan rabay inaan idinla wadaago in aad ogaataan inaad tihiin nebi Maxamed walaaladii inaad tihiin, oo aydan ahayn midka kula dhashay oo keliya, ama maxay ahaydaye midka habar yarta ay dhashay oo habar wadaaga aad tihiin, inaad wax isu tihiin. Waxaad wax isu tihiin cid kastoo tiri laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah, innama almu'minuuna ikhwa. Xadiiska saddexaad waa xadiis iga yaabiyeyo, waana iga raalli ahaanaysaa in cumar ku joogow. Tamaam, xadiiska kale wuxuu yahay anna rajulan sa'ala nabiya sallallahu calayhi wa aalihi wasallama mata saaca, nin baa nebi maxamed weydiiyey oo yidhi saacadda qiyaama goormay dhacaysaa? Nebigu wuxuu ugu jawaabay sallallahu calayhi wasallam, maa acdadta laha, wa fii riwaayatin wamaada acdadta laha, maada acdadta laha, maxaad waa kan waa ku kano aad qiyaamo kicitaankeeda aad i waraysanaysidee, maxaad u diyaarsatay?
لين قيامه وإيمانه يسا لا محالة محال سعودي يرستي وعيري ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب إذكي كواد وادو قيدين ونبي قوحو دم جعل إستي إنو لكل مولا الذي يا لكل ما يا النبي مرك صلى الله عليه وسلم نبي وحال لكل ما يا قف قف كوالال كيسا هايو ودي أرقروبي إن نبي محمد لكل ما قف كستيس كلمة كل ما يو مركي لغو يري ننكني محاد ودي أرستي ساعد قيامه وحو يري صلاة بضن إيا صدقة بضن إيا صوم بضن ما دي أرسن لكن وان تكذي وان صلاة دي وان صدقة استي لكن ما بضنها لكن وحان كوكا بيا عبادة دي دير إلهي الرسول كيسان جعلهي مركاس النبي صلى الله عليه وسلم كويري روح والبا روح جعلادا بو لكل ميايو وادي لكل ميسا المرء مع من أحبه نكي نبي محمد جعل صلى الله عليه وسلم كتابك إلهي بو جعلانيا نكي نبي محمد جعل دريق نبي قراعيا نكي نبي محمد دونيا قبري يقيام وديار قروبيا نكي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربائن لكل مو وإن إلهي هرتي معايا هيدا وحقيستو كلمة دي إذا انت سأني سأقصو قابنا يا وحبذن بايقو تري إينا دلقات دي سدح دي مال موضو لهاد لياني وكلمة دي نمسو تيس رقا ميسا مرا يانا دي أفرت إذا واتوران كرا جزاه الله خيرا أدي أدبو ما تسيني هاي هاتش عبد الرزاق دكتور علي صالح بايقول هاكا قبو dabadeedna saddex arimood bay igu soo dhacay oo uga qaban kari waayo demar waa general ninka isku doondoonta generalna waa garanaysaa qiyamisa ka ay soo ma way wa marka labaad waa darwiish reer taleexa oo sayidkii ka soo jeeda waxaan isiri halkaana bad kale aad gali doonta marka saddexaadna takhasuskaygu yahay xadiis ah oo runtii markuu ahadiithta akhriyay qoliyahaygaas waxaan ugu jecelnay wa fi riwaayatin hadii mar la yiraahdo waan iskaga raaxaysanaa marka waa ku raaxaysanay runtii inuu xadiithii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka sheekeynayo oo fi riwaayati naqsay leedahay mid culimada kamid oo halkan fadhiya oo marka sheekeyay oo aad u cajiib ah Soomaalidu bariga hore riwaayadii la dhigi jiray bay daawan jireen marka mid culimadeena kamid ah wuxuu booqday Jabuuti dabeetana reer Jabuutina waqti aad u horeysa weeye anigu kale maan dhalan abaahay hooyadii bariga ismay qabin dabaadna markii uu Jabuuti tagay ba culimadii mid ka mid ah ka codsaday inuu muhaadaro galo meeshana de Francis ba gumeystay oo dadku iska Francis yar yar marka qaswatu badar baan habeenkii ka waramay buu sheekhu marka marba waxaan ilaahay wa fi riwaayatin riwaayad kalena waxa ku jirtay wa fi riwaayatin reer Jabuuti marka hobladii waa bari waxba uu iman jiray Jabuuti ba riwaayada lagu dhigi jiray mid dadkii kamid ah markaa gacanta taago sidii reer Jabuuti u dhahay waraaya akh saxaabadiina riwaayadaha ay matali jireen marka waxaan uga socdaa oo fi riwaayatin qoliyahayaga ahlu xadiithka aad baan uga helaa raali ahaada waqtigii hor dhacaan ugu tala galay in yar bay nala dhaaftay laakiin waxaan rajaynayaa runtii madasha qaybteedan dambe inaan aad ugu raaxaysan doono aan si wada jir marka aniga iyo adiguba xil aniga iyo idinkuba aynu xilka ugu wareejino daadiyaha madashan diktorkii aynu hore isula garanay inuu ugu daayir yahay meesha sabma diktor Cali Saalax wali tafadhal mashkuran majura alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah sayidina muhammad alayhi afdalus salati wa azki at-taslim hamza marna garadan u tolay marna waan kala laabtay wamido markuu ragan iga dhici culumada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo generalka oo jarnaadimadiisu ay garoonka taal inuu iska dhicin waayana waan kala laabtay baasha akhwani barnaamijkan waxa lagu magacaabaa
باشالك علمدا waxaan ugu tala galnay ninka sheekha markuu idin hor taagan yahay wuxuu ka sheekeyaa سيره النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في قرانك تطبيق قيس الى سبحانه وتعالى هبركاي رجنا داركيسان ورجع لس الى هبركاي لكن ninka soo idin kamid wuxuu jiclaan laha sheekha sidoo ula fal galo waxyaabaha uu aqrinayo haday noqon lahaayeen aayado iyo xadiis iyo heerkan maanta uu taagan yahay suu ku soo gaaray ilaan culimada ku dayashay moogadan yihiin taa nin walba waa idinka idinka maxamed iyo markaa waa idinka dhex guuxaysa haddaba iyadoo sheeko ay tahay haddana waxaan rabnaa wixii meesha laga lahaa oo tadbiiq inaad aragtaan culimadana dabcan waxay qaar asxaabtayda ka mid ah su'aalaha inay ogaadaan way isku dayeen laakiin qishka waan diiday alqish xaraam su'aaluhuna su'aal adag maaha way iska sahliyeen biidni illaahi subxaana wa tacaala inkastoo raggii igu adkeeyey markiiba markii xamse uu titleka hadda isiiyey markiiba motion baa ka yimid oo xisbi mucaarad oo sheekh cabdirashiid hogaaminaya soo baxay sheekh dirirna uu sekreteer ka yahay jazakallahu khayr marka raggaas waa lagu adkeyn doonaa biidni illaahi subxaana wa tacaala su'aaluhu marka waxay noqon doonaa laba qaybood qaybta koowaad sheekha ijbaari weeye oo option ma laha waa inuu ka jawaabo biidni illaahi subxaana wa tacaala su'aasha labaad waa su'aal doorasho leh laakiin waxaa xukminaya jumhuurta hadday yidhahdaan sheekha laga daayana waa ka daynaynaa hadday yidhaahdaan ha la weydiiyan waan gelaynaa sheekha marka waa labada qaybood biidni illaahi subxaana wa tacaala ma rabno inaan hadda ka hadalna taariikh maxaa yeelay culimada taariikhdooda ma qarsoona meelo kala duwan bay ku xaraysan tahay keliya waxaan rabnaa biidni illaahi subxaana wa tacaala inta sheekha uu dacwada uu ku jiray dacwaduna iskama bilaabanin wuxun baa saameeyey maalin unbuu sheekh dhagaystay kitaab buu aqriyey wax buu aqriyey intuu dacwada ku jiray wuxuu la kulmay waxyaaba cajiiba waxyaaba runtii hajab ku keeni kara waxyaaba dhiirogeliya buu la kulmay waxyaaba yaabluu la kulmay marka insha allahu sheekha isagoo magaciisa saddexan sheegaya biidni illahi subxaana wa tacaala waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa horta inaan ku hormaro haddaanan meel iska saarin xisbiga waa igu sii adkaanayaa ninka aan isayna doctor saciid baan horta meel saaraya biidni illahi subxaana wa tacaala su'aasha koowaad waxay tahay fadiilat macaali doctor kow dabcan masiiraka dacwiya markii kugu horeysay waxaa ku saameeyey inaad dacwadan aad ka dhigatid mustaqbali ayatiin kutubtii aad akhrisay culimmadii aad la fariisatay dadkii raadka kugu lahaa saamaynta kugu lahaa su'aaluhu marka markaad mid ka baxdeen mid kale usoo gudbaya ku soo dhawo macali doctor xayaakallah bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah waana toban daqiiqa aan kaa yaan halmaamin qof walbaba yacnii insha allah waa hadday dadka ogolaadaan hadday yidhaahdaan hala yareen waa yaraynayna bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadku way soo wadaegayaan maxay ka soo egayaan talaa su'aasha hadduu aniga doctor cali igu bilaabay taasi waxay caddaynaysaa boqolkiiba boqo inaan ka daayarayo doctorka marka arrinta aad baan ugu faraxsanay waana soo dhaweynayaa magacayga horta waa saciid maxamed faarax jire marba haddii doctor cali dee sida isu yaraynayo ni yar iska dhigayo anigu hargeysaan ku dhashay 2010kii anigoo yar baan hargeysa ka tegay sacuudi arabi baan u wareegnay noloshayda ilaa high schoolkii sacuudigan ku qaatay nimcooyinka ilaahay siiyey waxaa ka mid ah aabbahayoo magaalada riyaad ka shaqaynaya ayaa magaalo cunayse la yidhaahdo qasiim ku taalla ayaa loo wareejiyey magaalada markii loo wareejiyey baa masaajid aan nasiibkaygu haddana wuxuu siiyey masaajid aan naga fogayn oo downtownka magaalada cunayse ah inuu noqdo masaajidkii sheekh maxamed saalix alcuthaymiin ilaahay subxaana wa tacaala jannada ka waraabiya anigoo 14 jira 13 jira ayaa yacnii xiisay inaan guriga ka baxoon dee meelaha meeraysto ayaa masaajidkii sheekh ay gelisay anigoo diin badan garanaynoo dee kura yara rawd almurbiciya buu akhri jiray iyo 6 kitaaboo isku xigo 5 iyo 40 daqiiqadooda saacad yar baa hol ooli jirtay titititit bay odhan jirto ninka fadhiya kitaabka kale ayaa geli jiray 5ta kitaabkale waan marsan jiray halaka halik markuu yidhaahdo waa cidna faraa'id ayaan albaabka ka bixi jiray
الدون كم حنقول نعبا علم قا فرايدك مكان أهيرا سيد مكان قرآن كلفت الكيسة حفيدة يي تعالى وشيء قدونا مركا أورط الشيخ محمد صالح العثيمين هي حلقة دي سي هي علماء ذا الكاوح كدقاني سي أي دين تيك علي سي سي واختي قيقا تدخل طباء الشيخ أحمد القطاني محمد العوضي إيو الشيخ عبد الحميد كشكي سيقول قيبكم ذا إيو رقا صار رنتي انت هوري أن دقيستي أن وحكا دقيسان شري ودين تيك علي سي قرآن كمركا دقاني أبتقي بايلة دقنايو تدقى نسكودا ذاهين مساجد كي تقي شرينو waxay tagay jireen kubad bi ciyaar jireen aniga abtigay wuxuu Allahu naxariistay inaga hoosayay wuxuu qasbi jireen masajid ka joog fariisto oo qasal quraanka ku barto taasina way caawisay abtigay markuu masajidka ugu xareen jiray ayaa fariisan jiray aad baan u nabcay wan kareeyeen jirayo ilma yar oo de kubad agtiisa lagu ciyaaraya ma jacaylaysan inuu xalqada tago imi kana Allahu naxariistay markaan quraankii bartay aan xifdiyay aan fahmay aadbaan ugu duceeyaa aabaha iyo hooyada intaanan u duceeyin ka badan ayaan abtigayga Allah u naxariistay u duceeyaa taasi waa jawaabtii su'aashii horeys baa ka jawaabay su'aashii barakallahu fiik waxaan kala ku waydiin lahaa waxaad isleedahay inta aad dacwadan aad ku jirtay waxaad isleedahay way ku dhaafeen inaad taxqiijisay ahayd waxaad ku soo dhaaf ku soo maray macna fi masiirtiga dacwiyya waxaad isleedahay هدي أسمان لهيد ونكسنا لهيد مئة جراء كسام مري أي واحد كيف فكر يسوي مشروع دعوي إن أمضى كسب بيرسيد حنو ملا إن بكرف إن كنوا هجاجي اسمه ما قلنا أنك بارك الله فيك نقصو ورجيو بالله يقف قبل هذا يقول لي وحيا الله بضم وش على الله هينو السماية أروح إن شاء الله الله هينا أفسوا حيلي جيا فرنسيس كبرتون تدك دعوة لبضع فوض بوق قدبيه تاسنا ما يدعن ومانتا جنرال كبون يسفهم الى هنا دان خبريغان دافي لها مركا لغه لين لغات فربضنا برتون دعوه كو ودي لها وي فعلان لهيد يعني تاسو ما قوم هي سرنتي وحاني سر هذا ود مسكريس حقيقه الدعوه ولا بوذ جرايت كتبت انا ولا ود مرصدا انت سنت لك جوابيه طيب شاق دكتور سعيد وحاد عن كنت هاي انا رياضه فسرتي هي رياضه كوغو يابك بدنيت اك سو مرتو فسرت نوشك ريال وي فربديين ريال دو شركه شيكاي وان كسو علين دونا عاوا رق بدن بالكم فديون دغيسن بلغا يابا وي فربدي ريوين كرنتيان ارتا سومالي اسكو دونو او ولي بريا او فسر وا ولي ام بروار حقيقه مرمر هبين كي كبا سيخدو بالقف دو مرو انت كو ذهبينهم لو ذهبين ما تلفون كو صدر يساد غو هرد شيخ يا وهي بقول هذا بيذر جريا وذي انا لا الله يقسم الله أكو هذه مين هذه حبار إيمان كان لك قاعد أصلاً كره رياضة كل يوم مقشين وحي هيد إنن بايلسوا هذا الشيء السلام عليكم وعليكم السلام أنت اللي قسيتوا نقول علينا أنت كنا وين ما يهرو وين مقل وعيت السلام عليكم الشيخ سكور النبض وعيت الور رياضي هي وعيت الروح عن كل رياضي أنا جو أور سقال بلوضة له أور سقال بلوضة أنا جو له أي رياضي هي تينم بانها بيتري سيدي تبنشره محا سيدي كل دعوي waxaan ku dhahdaa riyootay aad ku riyootay insha Allah ta'ala haasbi aad leedahay mayo imisa jir baa tahay 18 insha Allah waad gursanaysa dhawaan baan ku yiri dhawaan baad gursanaysa maxay iga yarsiye kelmadda aad baan ugu xumaaday waxay iga gaari doonaa waa yahay bay tiri laakiin sagaal kan bal uurkan maxaan uur u yeeshay bay tiri hurdada adiga saaxiibey maana saaxiibey baan ku yiri waxaan ku yiri sagaal ka bilood waxa laga yaabaa inaad sagaal bilood gudahood aad guursatid adii ilaahayra laba bilood markii ka soo wareegtay telefoon ii soo dirtay salaamu alaykum wa alaykum salaam sheekh ma garanaysa imaan ka garanaya anaba ka ugu imisay fagaraysnay waa in anti riyada uurka tiri sagaal bilood ka dib aad guursanaysa laba bilood ba ka soo wareegtay oo nin wali ma hayo oo wali ma aad guursan haa insha Allah waad guursan ilaahay baa ku bareeya afar bilood salaamu alaykum sheekh ninkii ma garanaysa ninkii aad tiri waad guursanaysa ha waan xasuusay adeer ninkii wallahi ka tahay ilaa imka ma hayo adeer maana sideed tu bin jirahayn ha iimaanka allah ka qaaday maxaa ku degdegaysa ayaan ku yiri magaceeda waxaan ku seef gareeyay ilaahay iga saamaxay tii waa layda riyada meelanahayd sagaal bilood markii bishii tobnaad
أي تليفون يصدرته السلام عليكم مخم مركي بدي وان قرني يعني كباب حيسون أيه نبر كي مركي بون طفان لي عبلا يسكور النبض شيخ وان قول سدي نكي يودي جنا واقفنا وياك فدي وان كبر أيه وميان مه وانشر طبعا درت ودي وراري وإذا أدى ذهيل بكويت شعري هلا ندنا وإذا لدك تم حاجي سوء عسوم وإذا مهرك هاجي بكويته وركا رنتي تاسا وجو يابك بدنايد والله ما لا تضرب سيدي شروي سو توسيس هبين صدق ذي هبين بيسو سو توسيس موقت ما قال إمي كون شو شيء وحنا لهذا برنامج مو يانا عدا بياني سوالي ويدينا جزاكم الله خير أضحك الله وسنك مكروفن قولي سؤال شن وسؤال جمهور تيوعضين يان شيخ وحنا ويدين دونا على قضاء إحرير ككده حياة إساقة إيا حاسكيس موقشهين ما شاء الله بارك الله فيك تكبير بابا للرعية توا وما المرتي ميا كتش بابا بي ولي ولي سك ولي مطمان نبا ويحو يري صدح صدح قور بان صامري بيري أولا ويحو الدين ويحو زلين حد قليال وين نمان كانوا مالك اللي وحكي شيء قدونا وحير يصدح جور بان صام مراي بير من نوع إسقمنا بير من نوع إقبتي بير من أنا قبي بير شرح باليرة وحير من نوع وحير إذا إقبتي مر كان جوري صاق على أوامر فريسة كان يبحي وحير مرات ما نمر حاصل دي جسوق اللي جري من نوع إسقمنا بيريو ما أنت أنا أديك الرشين كارينا أنا درك دقية هذا كان سمينه 50-50 بأحد بير مدة كلام وحير أنا قبي أو guriga markaan soo galo oday baan ka aha waxaan amarkan bixiya suuunay wixii la ii sheego waxaan sheego unba suuunay doktor saciid halkay ciraabanta ha waray bay bismillaah urta ilaaqada idaniga haaskayga alxamdulillaah rabbil alamin wanaagsan tahay sanad iyo bar bay ku qaadatay inaan isguursano oo dib lay dhigayo marna lay aha arinta waxba kama jiraan marka horta سير حاسكي جو قرصة ذو كذي ذا نسعبي لا وقف واحد استوقف في عمرنا الحمد لله رب العالمين إمي كوا جدا ميد محاو جدا بيه ملك الله سيس ذو كرونه مركو دعينا لا بده قف إنكريس كانوا تشوفنا يو ده قريب الله ونبو حري مركا شعيل كي يبوس زايد بون نقضي حقيقة مركا ليم كسب بحيي يلا داقت قري صر صر بنتجان عمارات الدور كصدحات daqad daqad igeegis ana hoosan joogo sidii aflaantii hindidan u saayay subax salaamayn inaba wada mar dad badan oo jaaro Soomaaliye baan la degan wax laga yabay daqada daqada naga yeegayeen iyaga laftirkooda wada sidii aan u socday shandadii baan kala gurayo saan sidaa u lahayn mashquulsanaan baan madaxa ku dhuftay gidaar aragtayda marka alxamdulillaah سؤال شيء يقول هذا وحوي مكان يقول هذا إمس حاسب هذا ليه ذي أيام هذا حاس كليا بقاس ويل هذا ما أدل بين بقاسان سيدي قف هو إياه هذا ارتفع عن تلقي الله كقول سيدي مثل ما مكر أيه هذا ريجت أيه هذا أيه ولا هذا هذا يبقى يقول لي هذا إمس حاسب هذا ليه ذي بقاس أقول مت بقاس ويل هذا الحق عفوا ما تكمل بات هكرته بقاس أقول ما يوم في عنا هاي اللي بحمى عنا هاي اللي بحمى تهذا بصدق بات هاي بيلي marka alxamdulillaah aad baan isugu wanaagsanahay iyana way dhageysanaysaa baa laga yaabay habi bay tahay caajiye waa kaliya weeyaan dr ali ma sha Allah wili waxa ku caawinay mikrofoonkaaga mikrofoon casuu marka uu taageeyo soo kuarkay saaxiib ma sha Allah jazaahu Allah khayr soo duceeyay ilaahay in barakee barakallahu fiik معالي الدكتور ومهسني أضحك الله وسنة سؤال شكل وحلو قد بيا معالي الشيخ قارئنا وشيخنا الشيخ عبد الرشيش على السوفي الحمد لله عبد 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 صار الزعر الله وان شيخ عبد الرشيد هدول سن موشين ككيني لهين واسكنا في لها لكن ركوا أنا أسكع اليوم جزاه الله خيرا شيخ طبعا سؤال شد بسان تجني وإسك الدارش الشيخ وكبودي كرا سؤال شدنا بيت تاسع حرجة مشكلة ما لها قفكي نقول داري لهانا دا تطبيق نقول لهيد هذا إنك دا هندي وإسك نقول واكر لك هسوارك جزاو الله خير ما
مركا بارك الله فيك شيخنا. طبعا مسيرتك الدعويه بيت دعوي قراني وما شاء الله الى سبحانه وتعالى هكو بركايو ومضوحات كسو كردسي الهي هكو بركايو هذه الوالد رحمه الله وحرمنا من كليه ان مستقبل كاغا دعويغا قران ونقضه وشقك لا اذن قبنين انا هين هذه الدعوه وحيابها كسامي انما الوالد ان اصابها اي عوامشي كلك سعودا ربنا سي ادك افائدان الهي كبركاي سي درس نوغو نقطه جزاه الله خير. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم ارض عنا واغفر لنا يا رب العالمين. وبعد انت اسكدب سؤاش اخونا الدكتور علي واصغر الجماعه على الاطلاق ان شاء الله. واسديب تسسر ربي جزاك الله خير. ان شاء الله عشان يخفف عليه السؤال يعني. مركا وحوي الحمد لله ثم الحمد لله. دي سيدة دسع طنبا وحان كسو برباري بفضل الله ورحمته الوالد تحت يد الوالد عانت يسان كسو برباري يران تيدي إنان آد أويرا بريقي وحلقة دا يقصو داري وحان كو قرنية شاجد كيني حمر مسجد كمقعيسو حالي لها وشيخ وبحيي مسجد القرآن الكريم لكن لو ما يقانوا والذي ضدك بها مسجد شيخ علي سوفي وبحي سو سو حرجل مسجد كوا مسجد القرآن مسجد كامركي الله دي وحن فليا إني مركا هاي الشيخ أحمد وصو سقاشني لحي لحيو لحذني سقال سقاني لحذن كي مالها سيد بانو مالينا يا سيدي دي لحذنك إلا سقاني لحذنك مالها سيد هاي مركا markii masajidka oo la bilaabay aduu nashaadkiisi iyo durustu oo bilaabay waxaan ku xusuustaa inaan aad u yara salaada marka la tukanayo horey buu fariisin jiray yani safko lagu jiro ayaan horeyda fariisin jiray taas waxay dalil u tahay inaan taqriban de marka ma garanayo yani yaraan waxaan ka qabay inuu safko hore in salaada aanu ka qayb galinay horey fariisiyo waxaan ku gartay inaan aad u yara taa waxaan xusuustaa iyadoo saasay haddana xalaqadii ayaan ku jiray anuun qur-aanka ba kicin karin ayaa xalaqadii jus baa la akhriyi jiray bacda almaqrib fajar kadibna hal jus baa la akhriyi jiray bishii laba goor baa qur-aanku saa ku dhammaan jiray juskaas ayaa lagu tasxiixin jiray tajwiidka iyo tacliimta kale iyo waxdiga iyo intaba ay dhex socon jireen marka halkaasaan horta ku soo barbaaray bifadli illaahi tacaala haddii dhalin yarani waa iska soo maray iyo ciyaar ciyaar iyo waan marmar waan ka hanjirnay waxaan odhan jiray waa maxay darsigan aan fasaxba lahayn oon jumco lahayn oon xataa ciid lahayn yowm alciid xataa fasax ma leh habeenkii ciidda soo galays waa la fadhiyaa waxaan odhan jiray darsigan aan midda kale berigaana safar ma jirin cid safraysana ma leh safarna lamaba aqoonin ee waalidkuna maba safri jirinba marka waa joogta weeye waan sheegay aan u malaynaya hadda ka hor salaada subax marka laga baxo wardi adkaartan adkaar asabaxiya baa la akhriyi jiray markaa kaasi ijbaari ma ahayn qasab ma ahayn ninkii doonaa la akhriyi jiray alwaalid raxmatullah calayh inta kalena waa iska joogi kareen marka meel baa intaa yar salaada u dhaxaysa taqriiban waa labaatan daqiiqa meelahaas ayaan gidaar ku gamba jirnay in yar hurdada gashan jirnay hurdada aada ugu macaanayd marka subax baan hurdadii iska macaansaday waxaan go'aansaday inaan been sheego oon idhaaho waan bukaa warkii yaraa u yaraa waan ii yaaday aabo waan bukaa waan jiranahay xaggee ku xanuunaysa caloosha haya salaam ba oran jiray salaam orodo hadda iska seexo hadda ma buko laakiin markaan sariirtaydii imid caloosha baa laga qabtay ma iloobin ilaa hadda taariikhdaas ma iloobin xanuunkii baa dhab noqdayba oo calooshii baaba laga qabtay adugu taarikhahaas taarikhahaasaa iska jiray
يعني والد آدي آد دتكي شو قاري بشو قاري وأخونا ولكن النوجو إن هذا هذا الشيخ أحمد وكملها يعني إنسان عابدة وتقية وأن قرنا يوم من الأيام يعني بين لبذا أذان ساعد بقول الحين جرتي لبذا أذان لحظو ذو سوكعي مركز هان وحنا النجي يري راكو سوكعني أهديس معقولة ويا عاوة شيطان بنا لتقي يعني وقت قاين وسوكعي أيو كأوية يا ولا يا عاوة شيطان با وقت نجا قاتي مركز أرتب يعني تربية ذو هالكاسة هيد لكن وحقيقة أنا لجري دي موجدي دعوة هيد اللي يراني ماذا هي سعوتي باجرتي وحن حسوستها أنا ودرسي قيد القرآن كي يوحي ينص عضان إن هذا مساجد كأربع ركن أنت جري وحك آخر جري تفسير كشيخ مريدي هي كآخر جري نور لا يرون بايك حين جري حسود لقي سين جري مركا موجة دعوية وفي عن باجرتي يو إشكو حد ناشر لأن يرضى يو ترتيبات وأنا أحسن يو هل كيبان يعني هل أنا قاضي أو أن القرآن كيس في عن أنه ما ركت وبرني أو ينو كلام يسي يعني إيشو إماتن كايو جعل كا لحد أنا مري يو مواعيد يانا وادي سدو أخونا شيخ سعيد وشيء جري وشيء غيبة مواعيد فربضن يو مشايخ عجلته ذا أن كنت أثرني ودي بده لقى كين جري أنت بوين جري لكن وحا أساسها لله الحمد والمنة ومسجد كوها اختيار كان ضمبه مركا عن دبده وبحي مصر تجي تعليم تان دونني أذبو إلى دردارمي شيخ أباه رحمة الله عليه إن قرآن كان كده ذلو وحك لها كله قوم بيري قرآن كاسا خير الدنيا والآخرة يكو جيران رنتي مركا ماشي تجينا وحن أرك علم جي علم القرآن قراءاتك دوني سابيني نجري ويران وحال حال أورنجري شن كن أو أرضي أو أزهر لقتا أيها جرتي أو دي بدها ككلا تمت ماشى أنو دجنين مدينة الجامعية اللي سيحان جري أنا يمت كلا أيها قرآن كدورن جرني علم أحد القراءات أنت كلا وح شرع كجرا وح لغة كجرا أنا جانا وصية ذا سان كسعودي ولله الحمد خير فربنا وكاري وركي جانا وكل هذا ضم علينا يا شو ما جزاك الله خير هذا وين أحسن حسوس تادي كل شيخنا ما أنت شيخك كوكو إني هذا ناشر بس حتى وكوكو لأنه في مصر يعني شيخ المس مصر وكوكو لأنه أنا هردا أهل كأرض كها شغونا بمارك أرض كي هي مارك تاريخ والك طبعا تربية هذه واحد ناشر كتي مارك يا رايد هرت لهجة قارد كل اللي جت سما بل ناقش كيتاس وعلم علينا يا وحو الشيخ ودبت تاجي هي كلمة ذا ما أنت مر أنه كقديرين كشيء أنا هو أصلا وحن كل شيء مقالة هرر ليرة هرر الكاسان كل شيء والوالد رحمة الله عليه مدرسة وكهية وضدكي كهنا قاضي وكبرتي بديدو ذي كسو بحين وشيخ أحمد معيض وذكرنا يومركي دم حتى وزير كان نغضي سومالي مركا هالكاسان مركا وشيقي وذي اللي كسو قال ذي لقصو عرري بأنا قلنا نقصو قحي
meelaha kale kuwa kale markay ka yimaadaan idina siraa dhal mustaqbal warkani meelaha ay markay uu ka yimid waxa soo oran jiray marka masjidka sidaas international ahaa oo luqadii marka luqaa iska waxaan dhexdhexaad baa intii badnayd hadda maxaad iga dareen intii markaan hadlayo soo iska dhexdhexaad ma ihi ah laa sharqiyata wala gharbiya soo ma ihi waa intaa wey baraka allahu fiik jazaak allahu khayr sheekhna arinta xaj انت دعوته كجرتي ولي دعوته كجرنا دعوته ولي كل دعوته انت كجرتي وحيابه كوغو يابك بدنا كوغو غريبك بدنا وحد كقصشي وحد كنحدي وحد كويد وحي كسومري تجاربت هذه الله ادتك انت اللي تعامليسي تاسان ربنا بارك الله فيك والله يا شيخ هو واحد هربرت امور بدن باجرتي انا قساب نقشين مؤتمر كي هورنا وي كجرتي هذا الكيغا ولا احري habsi baan galay sagaal iyo sideetankii baa hadma filayaa sagaal iyo sideetanki waa la xiray wax dambiyoon samaynayna ma jirin laakiin deen wad garanaysaan duruuftii bariga jirtay iyo dawladdii jirtay iyo waxba la isqoonsaday anaga waa la xiray waxyaalaha aan la yaabo oo masaa'il alquraan ku saabsan ayaan xusuustay kulli waxaan eri doktorku caawo xun buu ku weydiin doonaaye bal maxaa kuugu yaabadnaa intaad xabsiga ku jirtay waxa igu yaabadnayd xabsiga intaan ku jiray nin baa la soo xiray qol baan ku jiraa nin baa la soo xiray waa la nagu soo daray marka ninka marka lagu kala soo qabanayo suuqa la iskaga soo qaban jiray loo sheegi maayo reerkiisa meesha marka dadka joogay xabsiga horeysuu joogay baa busta iyo wax siinay qolkeennii baan seexinay ninka marka habeen habeenada ka mida inay habeenkii hore ahayd ku labaad inay ahayd garan maayo isagoo hurda hurda camiiqa ku jira ayuu qur-aan bilaabay wuu hurdaa qur-aan buu akhrinayaa suurata qul baqara la akhriyey aali cimraan buu ku xujiyey suuratu nisaa buu akhriyey wuuna hurdaa waa dhag hadda wuu hurdaa weliba waxaan xusuustaa suuratu nisaa laba aayadoo isu eg baa ku jira إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنهروا تلبضنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وتلبى تيهر مركو مري أي يري تيهر وأي أقو تي دنبا مولي ما إمانينه وانا سي وضع هنا هردا صبحي مركان ويديني والله ما أقبوا يري أنا قلت لكم حيقول لهان adoo hurda ayaad qur-aanka akhriyeysay horta waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee xabsiga aan ku soo arkay intii aanu xidhnayd ayay ka mid ahayd taama ku daynaa bas khalaas wallahu tacaala aclam jazaaka allah baraka allahu fiik tabcan culimmada anigu ishooda ka baqay laba alif layaali u badan yihiin xaraj ma gelin su-aasha kale waa ka boodaya baraka allahu fiik laakiin sida doctor saciid iyo dadka hal alifliyaasha ah خلاص هو كل جنها بيد الله سبحانه وتعالى كل اللي يهدي ولا قسل اللي هذه كقسلي مرك اي حاجه احمد شيل سمون اورن من حسبناها سيدتن يو حي هي لح يو سيدتن كيف هي بان ملينا اني مركا غبدو وا ان الشيخ حسن واد ودا غرانيسان كو دم غران ما يعني رجع waxay ka soo jeedaan xaggaa meel la yidhaha oodweyne iyo dhulka iyo xaaxe iyo xaggaas ka soo jeeda waad garanaysaan marm sheekh xasan wuxuu ahaa dee wasiirkii arrimaha diinta ee dowladdii soomaaliya ayuu ahaa waasaad sheegaysaane sheekh axmed wuxuu ahaa min xiishkaygu ahaayo arooska markii uu dhacayay laakiin dhibaato yar oo i qabsatay baa idin sheegayaa oo idinka yar qoslin doonta wax yar ya ha gabadhaynaan macalin u ahaa meeha ha gabadhana macalin baan u ahaa taasna iskeen jirta jaamacadday dhiganaysay jaamacaddan anna macalinka ahaa almuhim sodohday waxay ahayd masriyad markii qabanqaabadii arooskii la gaaray ay waxay tiri sheekh haddee arooskii uu soo socdaa adiguna weligaa hadiyo goor khamiis iyo cimaamadun baan kugu aragnaa maxaad xidhan doontaa waxaan idi khamiiskaygii cimaamadeeda xidhanaya waxay tidhi laa laa yumkin habeenkaas
waa inaad nagtiin xirataa nagtiin. Aniguna markaa dhallinyaradii baan soo dhaafay oo sheekh baan masaajidkii ka ahay oo odayaal fara badan baaban markaa sheekh u noqday, sheekh axmed iyo ay ku jiraan oo anigu markaa aan tujiyo oo salaadii tahajudkii iyo waa islaantii soddohda ahayd waa isla mari weyne. Waxay tidhi ma jirto arooskaasi maba dhacayo haddaadan surwaalka iyo shaatiga iyo nagtiinkaa soo xidhan. Taradud badan baa i galay, maxaa yeelaa war barnaamijka ma iska kansalaa kulligii, maxaa yeelaa ma haddaan bahalkaa surwaal ka xidhan karaa. Markii dambe waxay noqotay in layga adkaado, waa iska ogolaaday, nagtiinkii baa laiisoo tolay, alaabtii baan isku dhiijiyey, bahalkii halkaa lagu xidhan jiray xataa garafaati xataa waa laga xidhay. Wax yar waxaan marka aan diiday oo iyaduna inay igu qasabtay damacday, koofiyaddana waa tuuraysaa, ma tuurayaan koofiyadda, wax kastaad buu dhaco. Marka anigoo koofiyad xidhan nagtiinna xidhan ayuu gacanta isoo qabtay sheekh axmed, meesha saasaan ku soo galnay wallahu tacaala aclam. Sheekh Cabdirashiid, istiilaha wuu qalday, istiilaha qalday, koofiyad iyo nagtiga isma keenaan. Jazaa allahu khayran, ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo, baaraka allahu fiihi. Horta sheekh Mustafa ma idiin muuqda, anima ima muuqde, miswaa tegi, baaraka allahu fiik. Waxaan u imaneynaa sheekhna alfaadil macaali sheekh sacaadat sheekh maxamed cumar dirir mufti albilaad fadiila sheekh waa calamu cala ra'sihi naaru uma baahna tacriif. Runtii waxaan rabnaa waa sekretaarka xisbiga mucaaradka mooshinka igu keenay, marka waa inaan isa ka soo duldhaco. Ilaahay ha barakeeyo sheekhna, ilaahay ma barakeeyo isagii cilmigiisa iyo faa'idada ummadda u galay, kama qarsoona maaragtay layd kaa baxaya isagaa ka iftiin badan. Ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyo raadkii iyo khayrkii uu insha allah ummadda u hormariyey, ilaahay subxaana wa tacala fi miisaani xasanaati. Waxaan rabnaa marka sheekha si ay dadka ugu daydaan inuu in yar oo kooban wixii saameeyey sabab u ahaa dacwadan in uu maaragtay uu ka dhigto inay u noqoto mustaqbal, ay u noqoto hadaf, in uu iyada uu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsuqo. waxaan rabnaa in yar oo kooban inuu naga siiyo halkuu ka bilaabay, waxyaabihii saameeyey, waxyaabihii ku bixiyey inuu dacwada uu ka dhigto yoolka. Jazaahu allahu khayran, falatafadal mashkuura. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, sala allahu calaa nabiyina maxamed wa aalihi wasaxbihi wasalam. Diktoorko waa horta mahadsan yahay oo sidhinkiinu naga yara dabciyey baad moodaa. aniga sheekha oo stiir leewarka ugu dallacay Diktoor Siciid uu naga diya dabciyey, waa ku mahadsan yahay, waayo isaga laftiisa wuxuu ka baqaya inaan ku soo jeestoon idhaahdo adiga daadaada waa imise horta. marka horta waa iska kaayilaan ushayaa waa kaa aqbalay. Hal midhi yar baan xusi lahaa oo aan u aanaynayo waa fajinta Ilaahay ka sakow, oonan dadka u sheeg sheegin inta badan, laakiin si looga faa'iidaysto ayaan caawa u sheegayaa. Markaas waxa weeyaan alwaalid aabbo allaha u naxariisto waxa uu ka mid ahaa culimmadii Soomaalida ee akhri jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha, berberana uu ka akhri jiray masaajidkan calimataan markii la dhistayna raggii horeeyay ka bilaabay buu ahaa. Xaaskii u horeeyey inamadu way ka dhinteen waqti lixdameeyadii, meelaha aan ku qiyaasayo ayaa wuxuu habeen ka kacay meelahan siyaarada la yidhaahdo, dadkeenu siyaara ay dhagaan soo maaha, siyaaro ballaadhan oo dadka tolku ay isugu yimaadeen ayuu iska dhex taagay. dadkana sheekh buu markaa u ahaa oo isagaa la odhanaya duceen. markaa wuxuu yidhi, waxaan idiin sheegayaa culimmadii meesha fadhiday iyo dadweynihiiba, xaaskii wax wiilala ma laha, kutubtiina wax iga dhexla ma hayo, waa siday dadku dee aan ka hayo riwaayada ee tawaaturka ah isku waafaqeen. marka wanka u horeeya aniga caawa ku yaboohaya
ducada caawa idinka idin weydiinaya bal inaan kutubta iga dhaxla inaa igu ducaysa maan idinka codsanaya. waxaa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray odhan jireenoo caamadeen caadi u ah allah ha aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen. wixii ay aada u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo ereygii bay ku celceliyeen. kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la yidhaha ama soomaalida etoobiya ay degto laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midda sheekh cali dirir la odhanaya midda sheekh cabdiraxmaan dirir ayuu dumarkoodii soo dubaalay labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen. markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yidhaahdo isku filaan aanu nahay sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalanay. intaa waxaa sii raaca oo saamaynta u weynaa ahay markii dambena wuxuu bilaabay 12 inuu waxna abti uu yahay waxna dhalay waxna adeer uu yahay inuu u bilaabo qur-aanka una dhammeeyo aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhammeeyo. laakiin ugu dambayntii aniga xokayn ahaa ku soo haray raggii way kala shaqo tageen wax dabadda tegey wax meelaha kala galay aniga xokayn u noqday. markaa adeegaa u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu oo uu ka mid yahay mararka qaarkood inaan raashinka u kariyo aayaday oo joogta. wuxuu aad iyo aada u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray qur-aanka ka soko kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 isagaa ii dhigay. dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa markuu sii dhibanayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan kuu dhigay oo ka mid ahaa camriidiga kafraawiga cumdatu saaliga kutubtaasoo akhri ilaahay ha kuu sakhiree diintana ku dadaal. dardaarankaasaa ugu dambeeyey saasaanu adduunyada kaga tegay. marka midhka halka aan kala soo baxay waxa weeye intii ka dambaysay markuu geeriyooday waxaa aad iigu sahlanaa inaan wax akhristo mararka qaarkoodna dadaal da-da yare dhallinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awooddayda ka baxsan. mararka qaarkood ma garanayo kitaabaan akhristay oo aan ku soo celiyey isla maari maayo laakiin dhallinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan. juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan isleeyahay ducadaasaa door weyn ku lahayd. marka sheekadan waxaan ku keenay dhallinyaroy ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin qiimo aad iyo aada u weyn leh arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo laba arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa wixii aad doonaysana inaad hesho dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adagu dhasho. soomaaliduna waxay odhan jireen 3 arrimood midna kaama hadho kuftin jilib kalaab waalid iyo kaba subag. haddaad subag cabto tacar baa kugu kiciyo kaa hari mayso haddaad jilibkaa u kuftana wuu kugu soo kacdoobi doonaa. kalaamka waalidkuna ducaa iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa. marka casir fitnaa baynu joognaa waalidka ha la adeeco wax weyno cajaabiyada ba idinka arki doontaan. saamayntayda u weyn taasaan u aanaynayaa. dee waafajintuna waa iska halkeedo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay. anigu waqtiyadii aan wax akhrisan jiray ciidaha maan fasax qaadan jirin jimcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo 7 sannadood gaadhaysa. filimada maan geli jirin sportska maan geli jirin riwaayadahana maan geli jirin. arrintaasi markaa waxaa ii sahashay shay 7 sano lagu soo ururin karo 2-3 sano inuu ilaahay waafajiyo is-ammaani mayno. laakiin waxaan filayaa doctoorku inuu uga jeedo un da'yartay naga dambaysaa inay wax inaga daydaan ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay way iga dhantay doctoor. جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى هكو بركاته شيخنا قضاء وحبات كالا حكم السي وحبات فتوى التي وحبات دكتي مع شكي كجرين إن واجه ذي أما يكوغتي نواقف أتكيابتي أما أتكرنا حذي أما كاقص لي سؤاليه دكتي يكوي دين جرين أما دكتي أتكالا حكم السي محا كويا بنا محا عبر لغا ربي حكارات وحسوسته كسودو فضيلة الشيخ الله kolley. dee shayga markaanad qorin
أنا دبجلين أستاذ دكتور كأوكلة وحبضن باكرافية لكن سؤالها رنتي أن آد وجي أبو حكم إذا بريهم دمبي مركب فتوى أوكلة حيابا أن لقني نوع هانشرين هري أياكو إيمانية روح تمربا مالد معلومها كم إذا وهي تمد ما بيفو جيم ذا محل هذا الشيخ هو مصيبة هاي سطة قال تاج هذا نقل حمد هالك يا مرة سيدي لان والله يجيب أروح عن ككر إلى هاي إن أنتي إن أنتي سي كبدي سي وتيور للاي أيان ككر إلى محي على الشيخ وحنا نروق قبعة إن كفرنا أيان نروق قبعة مركا وأرن شقيق النقضي بالنقضي هذان إلى هذا كعر هربان دمينيا هذان إلى هذا كشوقه هالكاسيشو أرن كوي موية هذان إلى هذا إستجي وياه حبا لقى يا بعين ورادم حد شيخ يقول شيخ تيو قرط الجويو مركا هنتي وحيابها يقول يا بطنا أي كم إذا هيت سيابة كلا أيوم بندق وشوابة أنا ماري كويها يقول يا بطن كم إذا هيت وحلقنا حوي فضيلة الشيخ برضه واحد عن يوتيوب ك يا فيسبوك بقى عن كأركي برنامج سبورتس هذا هو ضد إسكتلي بقى حولي كسعد مركب برنامج كاس وحابيه كقول دليل يفيد ذي هذا الشيء إيو رياكشن كذا كارو بحنا جزاك الله خير واتكم هاد سنت هاي سؤال شعري يرفضوا ذي شيء جزاك الله خيرا ورتا أرن كاس سيارة كذي صورة عاي أريكم مارس كلو جاينا يا أياني كبرت تبعي يقول صاحب حيوان قال يلا أنا وطن كبرت الله يوصل لي ذي موقتي إسلك هاي سوري هل من صورة وحوم به هذه يشارك قفتة قاري قال مالك توس كلو جاينا يا هو يصاح على يوم ويقول قبتي مركي تمانا ميكروفونك أيو سيارة أخصاء يقول نوي كلمة دي رتشي دي يا وطن كده أنا كل رجالنا يا إن أنا سي حير فدي ده أنا أقول نقولين إن يرد نقاقا yara dhiriye laba arimoodan ba markaa ay ka soo noqday mid waxa weeyaan sheekhu waxa yiraahdeen war ma wuxuu fududeeyo fasaxay barnaamijki kaalay ila lugee kaalay ila lugee dhaw waa barnaamijiga horeeyay boo haayo dumarka hargeysa qaar kamida ayaa shaw ku yara baaqayo wadooyinka shaw lugeeyaan wax kale ku sii hoos jira garan maayee وكاله إلى لوجه برنامج كي لورنشري كي بابو شيخ فسحاي بينه قالوا كلنا وحيدا أو شيخ يسأك يوتيوبر بو نغذة بركات يوتيوب كيسكو حيسية أيام نغذة بركة تاسينا كل سنة ساي هيد لكن برنامج كيسك كديس كا أيوم بورنتيها جزاك الله خير فضيلة الشيخ وعندو قد بيا بيد الله سبحانه وتعالى سؤال شكله وحاس كله فضيلة الشيخ الشريف طويل الشيخ شريف طويل رتي مركة كتب علوم لقاها الله لصاح حسوسته إلهي سبحانه وتعالى بركاته علوم سيدة أبوركم رحق علي ما من كتاب إلا سيدة أيته لقاه وحنو ملان يا ضد بضن علومها النقدين عامها النقدين طلبة العلم أدب لوجه فايد إلهي سبحانه وتعالى بركاته وحنو باهنا مركا يسأل سؤال شيء سواح يتهاي شيخنا هرت كتب تاس فرونت سئ الرتبتي محاد كله هرمريسي يا صوب كوجوها إلى بالكسر دواتي طلبة علم فربضن ما ماشي الجوع ما لفك بالجيمد بالهفاء ذي السيل كسرلو بسم الله دكتور هرتا أنيق مؤيدين تان كم إذا هاي معارض ما هي بعشا إيجا فضودي أولا سبب كا طلب العلم كا وحى رئيسي إيوها أبه عليه رحمة الله أبا وحوها لنون علماء منهاجك عربية مؤسنة قونين نحو ذا إيوحا قصابسا لكن فقه شافعي رقا أخيستا إيوها سقا بركا يقول لدى ذالي تيري إن فقه شافعي أخيستو قرآن كا سقا إيب اللابي كدبنا
wadaad adeer igu toosnaa sheekhna ahaa ee runtiina qaadir weyn ahaa ayaa intii kale ii sii dhamaystiray weliba ninkaasi manni badan buubanuu igu lahaayo ee qur-aanku markaan si fiican u farbarannay yaa wuxuu noo bilaabay kitaabo yaryar weliba khaasatan caqiidadii ashaacirada kitaabadeedii ayuu noo bilaabay kadibna fiqhiga ayuu noo bilaabay ee safiinaha qaasimiga cumdaha ee qur-aanka markaan dhammaynaynay manhaajkana waa dhammaynay irshaadkana ilaa adib cibaadadu nooga aqriyey ka arrinkaasaa sabab iigu ahaa markii dambena waan rixlaystayoo culammadayda sheekhii iigu muhiimsanaa ayaan u tegay isagaana ii sii dhammaystiray inta yareen akhristay ku soo dhawo doctor jazaak allahu khayr fadow sheekh ilaahay subxaanah watacala haku barakeeyo intaad kutubta aad dhigaysay fadiilat sheekh waxyaabihii kugu yaabka badnaa ama ha noqoto iqbaal طalabat اlcilm calى اlcilm ama ha noqoto inay ka gaabiyaan waxyaabaha bal xoogaa tilmaan in sha allah arrintii muxuu ahaa igu yaab badnayd waxay ahayd magaalo yaroo tuulaa ayaan joognay oo aan ku akhrisanaynay kitaabada khaasatan carabiyada magaaladaasi magaalo aad u fiican bay ahayd annagu ma aana shaqaysanaynine reeraha ayaan ku tacalluqsanayn oo cuntana siinayay islaamnimo ayay inoo siinayeen qabiilnimo ma ayaan ahayn arrin kalena ma ahayn marka annagu kitaabka aan akhrisanayno iyo laxooxdaan reeraha ka soo cunayno mooye wax kaloon warka haynama jirin wax yar kadib waxaa magaalada yimid qolyahan xerta xadraysu loo yaqaano oo ayagu aan waxba akhrisanine iska digriyo meel magaalada ku dhow ayay degeen maalmo kadibna magaalada gabdhaheedii ayay guursadeen oo baaraka allahu laka ayaa ka dhacday annagoo nacnada baan aragnay markii dambe oo laleeyahay kuwan hunguri un bay u joogeene dee dan kale ma ayan lahayn taasaa noogu yaab badnayd arrimo kaloo yaryarna waa jireen ku soo dhawo doctor jazaak allahu khayr fadiilat sheekh shariif waan ka gudbaya biidin illahi subxaanah wa tacaala waxaan u imaanaya macali doctor sheekh xasan waa sheekha keliyaan u ogolahay inuu iga yaryahay ragga kale maya macali ku soo dhowo masiirka tacliimiya guri cilmi oo alwaalid asheekh ayaad dabcin ku soo barbaartay laakiin ta'thiirka waan ognahay min hada aljaanib laakiin in mustaqbalkaagu uu noqdo sida alwaalid oo kale inaad dacwada ka shaqaysid waxyaabihii ku saameeyey kutubtii iyo waxaad ku ta'aturtay ku soo dhowo بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يبايو ما انتو دوان حناق صنايو نين لا دعاي با لهايو دكتور سعيدو ماشا كتر يونا علماء انا او بيار ما كا قاوا وركا لكن هدا مركي حمزة وصوص اللحي وحاوية دكتور علينا وصيد البضي مركي دبنا الشيخ عبد الرشيد وقول كي كل لي على الإطلاق inuu ugu yar yahay waxa weeye cafa allahu canhum allah ha cafiyo nin soo taaga baa xoolihiisii la qaybsaday allah ka cafiyo inta haddaan taa kaga gudbo horta waa arkaysaano caawa waxaa loo badan yahay laba taytalo sheekh sheekh dhalay baa loo badan yahay ragga qaarna waa dhinacay ka soo galeen oo doctor wey markaa kuwaasaa ku jiraayo dee waalidkii waa nool yahay allah ha xafido sheekh cali warsame waxaan tilmaamayaa un mowqifyo koobkooban oo saameeyey waxa weeye dacwadda aanu ku jirnaa welibana de anigu aan bilow ga ahay oo raggani waqti badan bay soo qaateen haddii ilaahay igu simo inkastoo wadka loo siman yahay aanu insha allahu tacaala isleenahay waa kusii socon doontaan aabe wuxuu dhiganayay jaamacadda madiina sekondari iyo jaamacad labadaa markuu dhammeeyey buu wuxuu u dalbaday jaamacadda riyaad ku taalla ayuu master ka dalbaday welibana waxaa la yidhi markuu jaamacadda dhammeeyey sacuudiga waxaa laga bilaabayaa wax master la yidhaahdo
ayaa laga bilaabi doonaa laba sano ka bacdi baa la furayaa jidda iska sii tag jidduu ku sugaya ilaa laga bilaabay loodkii ugu horeeyey ee ka galay dowladda sacuudiga gudihiisa master buu ka mid ahaa waxaan dhashay isagoo masterkii wada ayaan dhashay horta taas waa iska sababo suyuudi baa markuu iskhaawo isqabtaan ayaa wuxuu yidhaahdaa nin kutub ku dhex dhashay iyo nin isagoo weyn cilmiga bilaabay ma sinna buu yidhaahdaa marka horta aabo master wadaan anigu dhashay oo riyaad baan ku dhashay markii lasoo laabtayna waddankii lagu soo noqday aabo jaanis badan umaanaan helin oo dil baa lagu xukumay dowladdii shuuciga ahayd ee dalka ka talinaysay ayuunbaa caydhsanaysay waxaan xasuustaa annagoo guriga ku ciyaarayna ciidamadii dowladdu intay noo yimaadaan bay nacnacyana siiyaan oo yidhaahdaan aabe xagu joogaan noloshaasan horta ku soo kornayo aabe jaanis badan umaanaan helin laakiin wuxuu ku fiicnaa macalin buu noo sameeyey booskii waalidka noo galay oo 10 sano ku dhowaad gacanta nagu hayay oo guriga nagula noolaa macalinkaas hadda imaaraadku joogaa sheekh maxamed cabdi cawl booskii waalidku buuxiyey aabana dee dushuu ducada ka soo waday banaanadaasuu gaaf wareegayay mawaaqifta aadka ii saamaysay waxaa ka mid ah markii aan soo yaro kacay ee aan gaadhay 9 jir meelahaas baan qur-aankii xafiday welibana muqdishoan ku xafiday macalin la yidhaahdo faarax sheekh cali oo ardaydii sheekh cali suufi ah sheekh cali suufi halkii awoogay buu ka noqonayaa sheekh cabdirashiidna adeer buu ii noqonayaa ayaa waxa weeye qur-aankii ii dhammeeyey muddo 9 bilood ilaa sanada ayaan qur-aankii ku xafiday dabeedna waxaan noqdayba kabiirkii malcaamadda ragiga waaweyn baa joogay markii dambe waxaan u dallacaynoo 10 jira hooyooyinkii oo ay ku jirto hooyada anoo yar bay dhimatay xaaskii aabe oo na soo korsatay ardaydii lalodka ahaa iyo dumar waaweyn oo hooyooyina oo sitaarada inoo dhaxaysaan macalin u noqday anoo 10 jira dabeedna mawaaqifta iga soo mara waxaa ka mid ahaa sidaan uga dhagaysanayaan idhaahda caashay ka bax markaasay tira anigu maanta ma lihi maanta ka bixi maayo dhiiggii caadada leeda caadana ma aqaan markaasaan dhowr iyo 3 bay noqdaano macalinkaan u tagaa waxay dhahaa macalin sidee u joogtay odhanaysa anigu maanta ma lihi ka bixi maayo ma maalmaa la fasaxay markaasuu fahmay macalinka wuxuu yidhi xaalada gaara baa jiree iyo muu cadday laftiisu hadda unbaa dee wax waliba obiniskan yihiin hadda shay jirka og baan umalaynay dabadeedna wuu ifaasiye wuxuu yidhi adigu hadday ku yidhaahdaan malihi ka soco waxbaa ka dhigaysa horta anoo yar inaan macalinnimo bilaabay saamayn bay ahayd markii dalka lagu soo noqday 2009-kii ayaa waxaan bilaabay haddana magaalada waxaa la yidhi xaafidaha la doono anaa laysoo helay imaam taraawiix iyo tahajud baan noqday anoo yar waxaan xasuustaa cimaamada ma lahayna ilmo yar baan ahaaye cimaamada aabbaa maalinkaa madaxa la isii saaraa dabeedna cimaamadaan dhulka jiida cimaamadaa iga weyn markaan dadka ka dulta laabsanaya waa la ii bannaya ma awoodo inaan ka dulta laabsado taraawiixda iyo tahajudkaan tujinayay imaamnimadaana waa laygu shaambadeeyo raggii ila lodka ah marka meelaha hablaha lala hadlayo haddaan is idhaahdaba la hadal war shiikhiina tujinaya miyaanu ahayn baa la yidhaahda suuqa waa iga xidhma taasina qodob bay ahayd iyaduna saameynteeda iskale waxaa kaloo saameyn lahaa anigoo taraawiixda iyo tahajudka tujiya ayaan koox istaar la yidhaahdana kabtan u ahaa iyo lambar 10 u ahaa oo dhiigdaan ka dhalin jiray dabeedna marna waa soo tujiya salaaddii baan soo tujiya marna kubaddii baan hogaamiye ka ahay oo xidigtiba halkan iigu xidhan calaamadiiba halkan iigu xidhan marka laba mowqifba way dhici jireenoo marna aabbaa intuu arkaan oo ku soo habsaamay kubaddii ayuu ila fadhiistaa aniga iyo nin kaloo la yidhaahdo doctor maxamed oo isagoo hadda caafimaadkoo doctora labadayadaasuu nala faqaayo wuxuu yidhi ragga waa ka duwantihiin waan idinku xisaabtamayaa waxa weeye kubadda joojiya waqtigee ka faa'iidaysta wacdi gaaro annagu markaanu dhibsanaynay dhalinyaro waa taqaanaa ciyaal waa taqaanaa 13 jir baan ahaa ayuu nagu wacdinay dabadeedna waxaa soo labaynaysay raggii masaajidka joogay iska jibaysnaa xamaaskuna berigaa waa badnaa ayaa iyaguna markay kubadda igu arkaan bay waxay ii wacdinayaan sidii nin gaaloobay oo hadda soo islaamaya
iyaguna dabada ay qabtaa wacdi ilaalintaasina waa socotay markaan 17 jir gaaray ayaa maalin aabba igu yidhi war ma isku dayaysaa khudbad waxaa ku yidhi khudbaddu waa sahlantahay waa khudbadaynaya 17 jirna khudbaddii jimcaan ku bilaabay oo welibana bilaa warqad aan ku akhriyay intaan soo xifdiyo khudbaddii ayaan dusha ka jeedin jiray labaduba carabi bay ahaayeen walow mawaaqifa iga soo mareenoo maalmaha qaar khudbaddii koowaad ayaa inta badan dheerta dambana waa iska sallayo oo koobanta intii adaanku socday baa tii koowaad iga duush hawada ka baxday intaan dadka iga eegay adaankii markuu dhammaaday khudbaddii baan baadhay waa bilowgo amaa bacdu waxa ku xiga dad soo qaba weyda way tagtay safxaddaasi ma waa ku days dabadeedna bise koon baan isaga qabto tii dambe koobnayd ayaan helo tii baan ku bilaabay intaan taa waday ee astaqfurullah dadku lahaayeen baa tii labaadna meel dhexaan ka xasuustay adigu waxaan uga jeedaa mawaaqiftaa kala duwan iyo dee kolley ducada waalidka waxaa ku soo gabagabaynayaa burcaa waxaa nin baa intuu busaaradooday buu iswaalay dabeedna waalidaasuu dadka ku shaxaadayay maalinkii dambale war hebelo waanu ognahay inaadan waallayne inaadan waallay waanu ka ognahay iska soo noqo haddana xaalkaagu waa wanaagsan yihi wuxuu yidhi meelaa ka noqdo ma joogo marka anigu horta bahashayda waxa ahayd meelaha ka noqdo ma joogo bahal noocaasaba ahayd waa ka baxay jazaahullahu khayran macalin doctor waxba kama tegin jazaahullahu khayran intii aan rabnay nooga jawaabay waxaan usoo gudbayaa sheekh almis sheekh almis almasri horta kun waxaan runaa magac almis in lanoo laqbeeyo horta dadku way isweydiiyaan labo taariikha kadacwi wixii aabihii ku ta'thiiriyey hadday noqon lahayd kutub hadday noqon lahayd maqaalaad hadday noqon lahayd shakhsiyaad dabcan masar haddaad joogtana ta'thiirka ugu badan waa xaggaas kusoo dhawow fadiilat sheekh way bismillah walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa alihi wasaxbihi wasalam wabacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta way adag tahay qofku inuu naftiisa ka sheekeeyo naftaada ka sheekee bal waan isku dayi doonaa waa markii koowaad ee nolosheeda aan ka sheekeeyo mushkila maa sheekh naftaada ka hadal allahu lmustacaan allahu lmustacaan doctor cali wuxuu yidhi magaca almis magacayga waxaa la yidhahdaa almis yaxye xaaji ibraahim almis waa magac soomaaliya waa buuraha somaliland buur ku taallo oo ceel sheekh agteeda ku taallaa la yidhahdaa almis buurtaa la yidhahdaa markaa buurtaasuu aabo raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica igu magac daray kaasi waa magacii iska sheekayntii aan gala haddaba allahu lmustacaane an waxaan ku soo koray qoys qoys waxaan ku soo koray waxyaabo kala duwani ay ku jiraan qofkii koowaad ee saamaynta nagu lahaa waa awowgay aabbahay adeerkii sheekh maxamed warsame sheekh maxamed yare raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica oo caalim ahaa oo caabid ahaa oo nin maalqabeen ahaa oo nin dumar badan guursaday ahaa caruur fara badan ka tegay ahaa oo aad diinta xagga galbeedka magaaladii aan ku dhashay gebiley agagaarkeeda sheekhka ahaa qaadi sharciyana noqday xilligii isticmaarkii ingiriiska qaadi noqday ilaa burco iyo ood weyn ka noqday qaadi mandiqadana qaadi sharciya maxay tole ahaa xaaji sheekhaasi raxmatullaahi calayhi saameyn weyn ayuu reerka ku lahaa markaa halkaasi waxay ahayd nazca diiniya xaggii sheekhnimada iyo awowahaa waxaa kaloo qoyskayga ku jiray qoys siyaasiyan ka dhashay markaa abtigay axmed yuusuf ducaale wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dowladdii soomaaliya dowladdii cabdirasaaq xaaji xuseen waa wasiirkii ugu yaraayee wasiirka arrimaha dibadda xilligaa noqda aabbahay raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica diblomaasi siyaasiyu ahaa waa safiirkii dadkii ugu horeeyey waddanka wadanadan iskandinaviya swiden safiir ka noqda marka abtigay kalena waa taqaano waa boobe yuusuf ducaale waa abtigay marka wax fara badan qoysas dhanna diintaa ka haya
dhanna ka siyaasadeysan ayaan maxay toolay ay ku jirnay oo ku soo kornay awow raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica waa qofkii koowaad ee diinta ii bilaaba ee gebil inoogu dhiga isaga iyo caruurtiisa iyo caruur iyo aniga maxay toolay dad aan wax isku ahayn maalin buu guriganu yimid aabbo raxmatullaahi calayhi markaasuu aabba igu yidhi awowgaa u shaqee habeenkiibuu qiyaamileel tukanayey waan ag fadhiistay marba weysada iyo cuntada iyo shaahaan kariyaa xagga khidmadana xariif waan ku ahay a markaasaa intuu saa iyo eegay buu igu yidhi warqadii qalin soo qaado warqadii qalin baan soo qaatay asmaa'ullaahi alxusnaa buu ii yeedhiyey 99-kii qor buu igu yidhi intaan tukanayo xifdi halkii baan bilaabay markaa allaahu raxmaan raxiim almaliku alquduus salaam waan ku celceliyey markuu salaama naqsaday 4 rakcadood 2 iyo 2 markuu salaama naqsaday buu igu yidhi ma xafiday markaasaa ku yidhi haa awow ka bax buu igu yidhi waa ka baxay salaadii buu iska watay ana agtiisaan seexday aroortii buu u yimid aabbaa noo soo galay markaasuu ku yidhi ninkan waan kaxaynayaayo azhar baan geynayaa ninkan diintuu soo baranayaa aabbana waa fasaxoo wuxuu yidhi waa yahay maxay toolay sidaa maxay toolay ku amba bax 8 jir ama 9 jir baan ku tegay qaahira 8 sanawaat 9 sanawaat aan qaahira ku tegay masaajidkii waxaan seexan jiray masjid alazhar aan seexan jirnay ruwaaqi alafaariqa aan seexan jirno bilaa albaab ah senegal iyo raggaasan la fadhii jiray aabo sanadkii mar buu iman jiray qaahira markaa mu'addin masaajidka azhar ka eedaama ayuu iigu dhiibi jiray sanadkii waxaan cunayo a oran jiray quraacdiisa iyo qadadiisa iyo cashadiisa halkaa ku sii halkaana maxay toolay ha fadhiyo markaasaan ka bilaabay ibtidaa'igii icdaadigii thaanawiyadii jaamacaddii 14 sano ayaan halkaa maxay toolay ku jiray oon joogay alxamdulilah rabbilcaalamiin sheekhna sheekh cabdirashiid sheekh calisuufi intaanan qaahiro tegin xamar baan ku horeynay awoowaa igu yidhi xamar tag xamar baanu tagnay 2 sano 3 sano xamar joogay madrasadii iyo masaajidkii sheekha ayaan tegay waxa macalinii ahaa macalin cadaawe oo malcaamadii dibadda joogi jiray habeenkiina sheekh cabdilqaadir ayaa iga muraajacayn jiray 3 sano kadibna waxaan u dhaqaaqnay qaahira ayaan u dhaqaaqnay azhar diintaa iyo culumta shareecadda ayaan 14 sano maxutul ku dhex jiray nasiib wanaag wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo karamkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waafajiyey waxaan ku beegmanay 1980-kii dhammaadkiisii baan galay qaahira oon qaahira tegay marka waxaan ku beegmanay xilli ay ducaa fara badan ee culamo waaweyni masar ay joogaan ayaan maxay tole ku beegmanay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin sheekh mustafa alxalawaani waa sheekh aan kula kulmay 1980-kii sheekh cabdirashiid oo qurux badan oo dheer oo casoo shandad yar maxay toole sita oo soo galay masjid sayidna alxuseyn oon cidhifkiisa sheekha qur-aanka uga baxayey uu sheekhuna qur-aanka sheekh mustafa alxalawaani uga baxay oo fadhiistay uu sheekhu igu yidhi waa sheekh cabdirashiid soomaali baa tahay markaasaan ku yidhi haa hakeed ka timid halkaa ayaa halkaa isusha sheegayo markaasaan ku yidhi xamarna waan soo maro malcaamadii aabbo ayaan soo maray markaasuu igu yidhi maxay toole hakeed joogto aftiyaan u sheegay axmed yuusuf ducaalo ku yidhi aftiya ilaan aftiya sheekhuna saaxiib bay ahaayeen waa i kaxeeyo maalin aan aada u gaajoonaya bay ahayd waxbana maan haynin sheekha waa i habeeyey jazaa allah khayr maalintaa kolle duca waa iga dhacday ila tahay xoogaa yarna gacantuu igu laabay wuxuu yidhi masaajidkaaga fadhi kelmad buu igu yidhi markaa sheekh cabdirashiid waa kan kelmad buu igu yidhi maalintaas inaad waxbarato ma doonaysaa haa wuxuu igu yidhi soomaali waabad u noqon doontaayo waad u tegi doontaaye halkan waqtigayaanay kaaga lumine culammadaa ag joojoogo masaajidaa ha ka bixin halkaa fadhi waa dardaarankiisii sheekha jazaah allah khayr wa baaraka allah fiih culumtii markaa wixii culamo waaweyn buu ilaahay fadligiisi iyo masar inaan kula kulmo sheekh shacraawi waa la kulmay tafsiirka qur-aankoo kaamila waa ka qaatay sheekh maxamed alghazaali waa la kulmay bifadli illahi tabaaraka watacaala sheekh yuusuf alqaradaawi waa la kulanay sheekh maxamed bikheet almiteeci ninkii dhammaystiray majmuuca alxamdu lilahi rabbilcaalamiin kitaab aljanaa'is majmuuca isagaan ka dhigan aniga oo yar waxaa kadalika aan wax aada u xasuustaa abu luqat alcarabiya abu fihr sheekh maxamuud shaakir sheekh maxamuud shaakirna hal kitaab baan ka soo qaadanay al asmaciyaat gurigiisaanu maxay toole kaga dhiganay
marka alxamdulillaah rabbil caalamiin rag fara badan oo ducaa ah oo waaweyn ayaa annaga oo yar aanu maxay tola u helnay fadli iyo karam inaan hoos fadhiisanno ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwii ku camal fala waxay sheegayaan waxay soo barteenna kuwii ku camal fala uurkooda iyo afkooduna uu isleegaya ilaahay ha naga dhigo riya iyo istustusnimona ilaahay nagama dhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum أنا وقتي كفى إلي وحن أقول بشيخ محمود حليكة أي الميكروفون أقول بنيا فضيلة الشيخ محمود مقع إلا اللقبي وجعلان له حليكة هذا نسيفي عن أقول واقعي محاكو تأثيري أعجب شيء رنتي قصص فربضان وكشي كيسي آداب الزواج وعجائب تيدا لهذا نويجرته موقفته اجتماعي هل موقف عداد نوتا والله هيدو فينا لها جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور كا خير الله سي وحلي هاي أنا محافظ كان كم بداية وإلى سايري دونتا أما مؤيدين تاذا كم بداية سؤالة وإلى سايري دونتا اللهم استعان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد قضب يربا ربا كل انا شيغو او انا ولي غيب شيغين انتي صحوده ان كدح جيري او وخ ليغا ويدين جيري اباهي هويده لبدو واي دينتين انا هل مره دعيسان وان جعلاي الله ون حريستو يغي يي وخي والد كو دينتي او دنبا امين اباهي يو muddo dheer oo 20 sanadooda ayuu laba xaas lahaa caruurna ma lahayn aw kor ma aan ka sheekeynin laakiin waa yar aan jeclaa bal in dhalinyaradu wax yar baan ka taabtaan rabaa 20 ka sanadood dadkii wuxuu ahaa cadanta ku noolaa oo wax ku bartay madax ka noqday reer laba xaasna wuu lahaa caruurna ilaahay ma siin awgay baa wuxuu oran jiray maxamed qabla imaay dad khair qabana oo dhali doona wadanka markuu ku soo noqday ayaa labadii islaamood mid kamida ayaa nin hadda iga weyno aniga jooga ilaahay fadligii uurkiisa yeelatay markaas waxa la kala garan waay inay uur leedahay iyo inay xanuunsanayso dabeetana waxa ku dhacay xanuunkanti bicaloolaadka la yiraahdo iyadoo uurna leh dhakhaatiirtu way iska yarayd in dhakhtar oo Rooma ka yimaada oo Talyaani ah baa gynecologist ah dumarka u yaqaana ahaa isagaa la yiri wuu iman doonaa bilo kadib iyadoo sariir fuushay oo aad u xanuunsanaysa kabacdina waxa dhacday in dhakhtarkii yiri markuu yimi uurna way leedahay وانا حنون كان ويقبتها كان كعميس سداسو نينكاسي كدشاي كديب هويداي بو غورسداي او سكرتير اسغا او اهيد ماركا ووغي با ماركا و خو كورن جيري محمد دد خير قوانا و دليا الهين اوبد بو سينيا لبا ايه توبن عروري هويداي سخجيسي او دشه او انيغا ايدن لا هادليا ان عردكيدي اها ماركا halkaasan rashadu diinta iyo daacwada iyo saameynteeda waqti uu iska yaryahay hadda mowjadii daacwadeed ee socotay wadanka markaan iskuulkii dhexe ka baxay ba aabahay wuxuu ii diiday inaan dhigto iskuulkii latiiniga ahaa markaas wuxuu igu daray iskuulkii aan dadku aad u dhigan jirin masaaridu ay dhigi jirtay ee afka carabiga lagu dhigan jiray halkaasay ka bilaabatay saameynta iyo inaan carabigi ku soo dhawaado iyo diintii ku soo dhawaado saameynta ugu weyn halkaasay ka bilaabatay sidaasan kaga taxarujinay waxa ilaahay mahdi ah waalidku wuxuu ahaa qof salaad badan adkaarta anigu waxaan ku garaadsaday isagoo salaatul leel ka tukada aabahay markaan damceynaa idhaahdo abaan kula tukado dadka hurdada fududna waanahay
marka aan habeenkii isrogo waan soo jeedaa ilaahay fadligii qof baa markuu jiifsado isrogiisa aan ogeyn markastoo aan isrogo waan soo jeedaa markaan seexdo dadka hurdada fuduud baa marka ah markaan arko soo tukanay aad baan kula tukado caruurtu markay tukato salaatuleelka way ku khafiifaane yaadan ku khafiifin aabay iska daaba oran jiray